اعتمدت البطالة شهدت ارتفاعا ووصلت إلى 10.7% على المستوى الوطني. تقرير عمر شمالي. معدلات البطالة في المغرب تأبى أن تتراجع بل ظلت مستمرة في الارتفاع، يؤكد بنك المغرب في تقريره السنوي. وصل معدلها وطنيا إلى 10.7%، وفي المجال الحضري ارتفعت النسبة إلى 15.7%. هذا الارتفاع المقدر ب0.3% وطنيا في الفصل الأول من العام الجاري يرجع إلى تزايد طلبات البحث عن العمل. تقرير بنك المغرب حمل أخبارا جيدة كذلك، أكد أن الاقتصاد الوطني أحدث 109,000 منصب شغل خلال الفترة ذاتها، ما يقارب من نصفها استحوذ عليها قطاع الخدمات، فيما كان من نصيب قطاع الفلاحة 28,000 منصب. وفيما يتعلق بالعجز التجاري للسلع حسب التقرير السنوي 13 حول الإشراف البنكي فما يزال متفاقما، إذ فاق 9 ملايير درهم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ويعود ذلك إلى الارتفاع المهول للفاتورة الطاقية إلى جانب ارتفاع واردات سلع التجهيز. وفي الوقت الذي شهدت فيه القروض البنكية انتعاشا طفيفا بنسبة 4% خلال السنة الماضية، شهدت مداخيل الأصفار والمغاربة المقيمين في الخارج استقرارا. وتوقع بنك المغرب أن تشهد المملكة تسارعا في وتيرة النمو لتصل إلى 4.4% هذا العام، مقابل نسبة لم تتجاوز 1.2% العام الماضي.